بسم الله الرحمن الرحيم. في استقبال العام الميلادي الجديد وتحت شعار الحسين نهج للتعايش بين الأديان، تقيم مرجعية السيد الصرخي الحسني دام ظله في مدينة الكوت مركز محافظة واسط مهرجانا شعبيا كبيرا لتجسيد ثقافة الثورة الحسينية ومحوريتها عند كل الأديان، وتكريما لعوائل شهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي والفقراء من العراقيين، علما أن المهرجان سيقام يوم الاثنين في التاسع من كانون الثاني لعام 2017.